الثانيه. عندنا مقابله امام فريق اتحاد طنجه، غادي نمشيو باش نجيبو ثلاث نقاط ديالنا. المقابله ماشي مقابله اللي سهله، حنا عندنا تجربه، انا كنظن غتكون مقابله صعيبه على اتحاد طنجه. غادي نحاولوا نجيبو ثلاث نقاط. انا كنظن الا فزنا بالمقابله ديال اتحاد طنجه غنكونوا قراب باش نحسموا اللقب ديالنا. وحنا كنظن الا تصدرنا الدوري راه ما غتنازعوش على البطوله ان شاء الله. لا حنا انا كنظن ما بقاش علينا الضغط، لان الناس تقريبا انا 4 ديال الموسم وحنا في فريق الوداد، حنا ديما جينا فريق الكبير، فريق اللي عنده واحد القاعده ديال الجماهير الكبيره، فريق اللي مولف بالالقاب، الا ما كانش علينا الضغط ما غنفوزوش بالالقاب.